السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها يا جماعة، قسما بالله، وقولوا لي في رأيكم في الكومنتات، فخر ما بعد فخر انك تكون اهلاوي. يعني بص على جماهير نادي الزمالك مثلا، نادي الاهلي، مشجع الاهلي لا يشجع فقط غير النادي الاهلي. يعني مش هجري بقى ورا الزمالك، مطرح ما يروح الزمالك هشجع الفرق اللي بتلعب الزمالك ومش عارف ايه، لا، انا عندي النادي الاهلي كفيني، النادي الاهلي مالي عيني، النادي الاهلي نادي بيوصلني لكل البطولات وقاعد مستمزق كده ومستمتع بتشجيع النادي الاهلي. لكن المشجع الزملكاوي من دول والله بيصعبوا عليا بجد والله. يعني هو بيطلع بدري بدري في البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، فيبدا بقى يدور، فاهم انت، على الفرق اللي تقعد تعطل النادي الاهلي او الفرق اللي تعاصلك مع النادي الاهلي. يعني لو سالت مشجع اهلاوي انت ممكن تشجع نادي تاني غير النادي الاهلي؟ هيقول لك ليه؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الزمالك؟ ماليش دعوه بالزمالك، وانا ابص للزمالك ليه؟ لكن المشجع الزملكاوي ممكن يبقى خسران امبارح من بيراميدز، بس الماتش الجاي هشجع بيراميدز، ليه؟ عشان هيلعب قدام النادي الاهلي. ممكن يبقى خسران من سين صاد عين، وسين صاد عين ده حاطط عليه حته سوده في كره القدم، ويجي يشجعه تاني يوم. ممكن تكون حاصله خناقه شوارع ومشتومين ومضروبين ومعمول فيهم اللي ما اتعملش، بس تاني يوم طالما الفرقه دي هتلعب ضد النادي الاهلي انا اشجع الفرقه دي. الكلام دوت بينطبق على نادي بيراميدز. الزملكاويه بعد ما خرجوا من كاس مصر على ايد بيراميدز، بعد ما خرجوا مركز ثالث والحمد لله ما طلعوش حصاله في افريقيا، بداوا يدوروا على الفرق اللي هيشجعوها في باقي البطولات، فراحوا لبيراميدز. بيراميدز هو الملاذ الامن لجماهير نادي الزمالك. بصوا كده يا جماعه، هوريكم صوره امبارح من مباراه بيراميدز وفيوتشر، مشجعين زملكاويه قاعدين بيشجعوا بيراميدز في المدرج اهو. ده مشجع زملكاوي في ماتش بيراميدز امبارح قاعد يشجع بيراميدز، علشان هو من جواه واحد بيراميدزاوي صغير، جواه هرم صغير مزروع جواه. فبدأوا يشجعوا بيراميدز من دلوقتي عشان كاس مصر. خالد الغندور قال لك اتوقع فوز بيراميدز على الاهلي في نهائي كاس مصر. مشجع تاني قال لك والله بيراميدز، يعني برمضان صبحي، احنا بنبارك لرمضان صبحي التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، لعيب كبير واختار الطريق الصح بعيدا عن نادي الفساد والمجاملات. لا، تعال تعال اقول لك حاجة، هو قمة التدليس انك تساوي ما بين بطولة الكونفدرالية ودوري الابطال، ده شتان الفارق اصلا، وعيب يتحطوا في مقارنة، لكن انت عشان مشجع حصالة فبتحطهم في مقارنة. قمة التدليس ان النادي الاهلي من ساعة ما مشي رمضان وصل ثلاثة نهائي افريقيا، كسب اتنين، كسب ثلاثة برونزية كاس عالم او اتنين برونزية كاس عالم من غير رمضان، لعب مركز رابع كاس عالم، ده كله من غير رمضان، وتيجي تقول لي رمضان هو الكسبان ورمضان عرف الطريق الصحيح. الطريق الصحيح من وجهة نظر الحصالة، من وجهة نظر البليلة، النادي الاهلي تأهل لدور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا. طبيعي جدا طبيعي جدا اتحاد الكورة كان يطلع بيان يهني فيه النادي الاهلي، بيان تهنئة للنادي الاهلي، بما ان النادي الاهلي مش ممثل مصر، ولكن الاهلي النادي الوحيد اللي بيشرف الكرة المصرية. خدعوك فقالوا اوعى اوعى تنجرف ورا المقولة بتاعت الاهلي بيمثل مصر، لا والله الاهلي هو الوحيد اللي بيشرف مصر، هي دي الجملة الصح اللي لازم تتقال. بيمثل مصر دي تنطبق على الزمالك، تنطبق على بيراميدز، على الترسانة، على غزل المحلة، على المنصورة، على اي نادي يمثل مصر. الاندية اللي بتروح للتمثيل المشرف اللي بتطلع بدري بدري، لكن الانديه اللي بترفع الاسم عالي فوق هو النادي الاهلي. فالهزاز صبحي كوبري السلام قال لك اتحاد الكوره بعت تهنئه للاهلي. اشمعنى بيراميدز؟ هو بيراميدز ده مش فريق مصري ولا ايه؟ يا ابني انت بتساوي ما بين بطوله شوارع اسمها الكونفدراليه الافريقيه، وما بين بطوله اسمها دوري ابطال افريقيا. يا ابني انت بتساوي قوه دي بقوه دي. النادي الاهلي لو بيلعب بالدكه بتاعته في الكونفدراليه هيكسبها،
الأهلي لو بيلعب بالدكة بتاعته في بطولة الكونفدرالية هيكسبها. إزاي تقارن؟ ده منتهى التضليل، منتهى قلة الأدب والبجاحة، إنك تعادل ما بين بطولة زي دوري الأبطال وما بين بطولة أنا ممكن أكسبها في فريق الشباب في النادي الأهلي. النادي الأهلي لو ما تعرفش قيمته، وعديد من جماهير الأندية المنافسة بيحاولوا إن هم يبخسوا قيمة النادي الأهلي، عايز أوجه الشكر للإعلام التونسي. أحد الإعلاميين التوانسة شاكر الكنزاري ردا على تصريحات نبيل معلول اللي قال إنه بيخشى مواجهة سيمبا في القرعة بسبب السفر البعيد. قال لك نفسي أقابل الأهلي بس ما لعبش سيمبا علشان السفر البعيد. رد شاكر الكنزاري، طبعا نبيل معلول هو عارف يعني إيه مواجهة النادي الأهلي، لأن من أكتر المدربين التوانسة اللي اتلسعوا من النادي الأهلي كان نبيل معلول المحترم بالمناسبة، والأهلي خد منه بطولات كتير وهو بيدرب الترجي. لكن هو عايز يشيل الحاجز النفسي، في عقدة نفسية عنده وعند لعيبة نادي الترجي، فعايز يشيل العقدة دي عشان لو وقع مع الأهلي ما يبقاش فيه حاجة نفسية عند لعيبة الترجي. لكن الإعلام التونسي شاكر الكنزاري قال لك لا أتمنى أي فريق تونسي يواجه الأهلي. قال لك مستعد أسافر 5000 كيلو متر لتنزانيا وما سافرش ساعتين ثلاثة لمصر. محدش يقول لي الأهلي مستواه أقل، لأن كل سنة بنقول كده، ولما نيجي نلعب الأهلي في النهائي دايما دايما بنلاقي الأهلي حاجة تانية. قال لك أتمنى لو الترجي يقابل الأهلي يقابله في النهائي، لأنك خلاص مش هيبقى في مفر، لكن ما تمناش إن الترجي يلاعب الأهلي، لأنك ساعتها هتبقى مضطر إنك تخسر وتودع البطولة. كلام محترم، كلام ما جاش من إعلام مصري، كلام ما جاش من إعلاميين زملكاوية دايما بيحاولوا يقللوا من حجم الإنجاز للنادي الأهلي. عايز أشكر مجلة الأهرام الرياضي، مجلة الأهرام الرياضي اللي عملت الغلاف ده النهاردة، غلاف يستحق النادي الأهلي ويستحق لاعبي النادي الأهلي. إيه الغلاف؟ الغلاف صورة للعيبة النادي الأهلي، كهروب ملك القلوب، تاو تاو ميسي، تاو حسين الشحات، نجوم متألقة في مباراة الأهلي، والرابع ده مروان عطية أكيد، وصورة لجمهور النادي الأهلي، والخلفية شاشة استاد القاهرة 3-0 الأهلي والهلال السوداني، وكتبوا عليها جمهور الأهلي يكسب. مش الأهلي يكسب، لا، جمهور الأهلي يكسب. وده واقع ودي حقيقة، راهن على جمهور الأهلي وانت مغمض، كسبان كسبان. جمهور الأهلي اللي يفل الحديد ولا يفل الحديد إلا الحديد، جمهور الأهلي اللي من فولاذ، جمهور الأهلي اللي مفيش زيه في العالم كله. شكرا لمجلة الأهرام الرياضي. تعال نروح لأول رد فعل للغربال بعد العلقة بتاعت ياسر إبراهيم والألم بتاع ياسر إبراهيم. الغربال اللي رايح في الصحف بتاعت السودان عايش دور الملاك البريء، عايش دور الولد المحترم اللي ما عملش أي حاجة في أي حاجة. عايز أقول لك إن الغربال ده والله الفيديوهات موجودة، عايش دور محمد رمضان. عارف أنت محمد رمضان في فيلم في الأسطورة، ومش عارف في كان له حاجات كده افلام في بداياته، واخد بالك، والالماني والحاجات دي، شبهه بالظبط، لابس بنطلون والجزء اللي فوق عريان ونازل ضرب في الناس بتوع الامن بتاع الشركة الافريقية. فالاخ الغربال راح بقى في الصحافة السودانية قال لك ايه؟ قال لك تعرضنا الى اساءات في منتهى القسوة والتفاهة من قبل جماهير الاهلي ولاعبيه، حتى أمن الملاعب المصري تركوا الجماهير تدخل تتعرض لنا أمام أعينهم، كل شيء كان مخطط له ومدبر، نعم لم نكن في يومنا وتعرضنا للهزيمة، غادرنا البطولة الأفريقية كلاعبين، قدمنا التهاني للاعب الأهلي داخل الملعب وباركنا لهم الانتصار، تفاجأنا خارج الملعب بنفس اللاعبين تسيء لنا
كشعب سوداني أمام عيون الأمن المصري الذي مهد لهم ذلك هم وجماهيرهم. وللأسف بين سبورت لم توثق كل هذا. بعد أن خرجنا من الملعب معاملة لا يتعاملها إنسان مع حيوان، ناهيك عن بشر، سيظل الهلال عقدة لكم مدى الحياة. عقدة لمين يا ابني؟ مدى الحياة؟ عقدة لنا مدى الحياة. وكمان ايه بقى؟ قال لك سيظل مرفوع الرأس في أفريقيا والوطن العربي. لن ننسى معاملاتكم، ستظل معنا للأبد. لرد الصاع صاعين في الملعب وخارج الملعب، المعاملة بالمثل هي الأمثل مع بعض الأندية التي ليس لها احترام للبشر وحتى نزاهة كرة القدم. أنا عايز أعيط، أنا عايز أعيط على التدليس الحقير. لما تبقى مدلس، عارفين الولد ده بيفكرني بمين؟ والله العظيم نفس الأسلوب بتاعه، واخد نفس البالونة والحجم الهلامي بتاعه. في أحد الأندية عندهم لاعب مش عارف بيقولوا عليه النبطشي الحاجة كده، واخد بالك؟ برضو بيجي كل ماتش قدام النادي الأهلي بيبقى بطة بلدي. يعمل إيه عشان ياكل بعقل جماهيره حلاوة؟ يطلع يتنطط ويعمل فيها فيلم هندي عشان يتشتم ويعيش دور الضحية. والله نفس الأسلوب ونفس الستايل. يعني الغربال ده في الماتش محدش حس بيه أصلا، محدش حس بيه أصلا، وطالع يتباكى ويقول لك اتضربنا وفتحوا للجماهير عشان تنزل تضربنا. ضربوا مين؟ ضربوا مين يا كذاب يا قاشر يا مدلس يا اللي ملكش 30 لازمة؟ كهربا بيضغط على نادي الزمالك. كهربا، بس قبل ما اتكلم عن كهربا عايز اتكلم على سعيد قسم الله صالح. سعيد قسم الله صالح ده سوداني، وبالمناسبة مش كل السودانيين زي الغربال والصباط والناس دي، لا، أغلب الشعب السوداني محترم جدا، أغلب الشعب السوداني محترم جدا، لكن في بعض الغوغاء هم اللي بيثيروا الفتنة والتعصب. صالح أو سعيد قسم الله صالح قال لك لماذا يذهب المريخ إلى القاهرة ويعود ولا يحدث له ما يحدث للهلال؟ ده سؤال لازم الكل يجاوب عليه، ده سؤال لازم الإعلام المصري نفسه يتكلم عنه، تبرئة لساحة جماهير عظيمة زي جماهير النادي الأهلي من اتهامات دنيئة لبعض إعلامي وصحفي الهلال السوداني. ما المريخ زي الهلال، الاتنين من السودان، اشمعنى المريخ بيجي بنعامله باحترام وبيمشي بأدب واحترام ومفيش أي مشاكل، وش معنى الهلال بنقابله باحترام وبنعامله باحترام بس بيجي يقل أدبه في الآخر، وش معنى؟ يا ترى يا هل ترى ده غلط عندنا احنا؟ ده عيب فينا احنا؟ ولا عيب في المريخ ان هم طيبين زيادة عن اللزوم؟ ولا العيب في الهلال ان هم بيحبوا يعيشوا جو المؤامرات وجو المشاكل والأزمات؟ كهربا زانق الزمالك في خانة اليك، عارف انت لما بتلعب دومنة وتتزنق في خانة اليك؟ الزمالك مزنوق في خانة اليك. كهربا خير الزمالك امام امرين احلاهما مر. كهربا حط الزمالك في خانة اليك ازاي؟ كهربا قال للزمالك والله يا جماعة قدامكم حل من اتنين، وانا من ايديكم دي لايديكم دي. ايه يا ابن الحل؟ اولا الزمالك احنا بعتنا للاتحاد الدولي طلبنا رقم الحساب اللي هنحط فيه الغرامة، ادانا رقم الحساب اللي محجوز عليه لصالح ممدوح عباس. فمعنى كده يا جماعة هحط الغرامة في حساب ممدوح عباس، مش هتعرفوا تستفيدوا بولا سنت، مش فلس، سنت. طب الحل التاني يا ابن الحلال؟ قال لك والله الحل التاني ادفع لكم الغرامة تاتا تاتا بالتقسيط، ونتفق على التقسيط وعلى جدولة المبلغ وشوفوا اللي انتوا عايزينه، أنا معاكم. عايزين نقسط نقسط، عايزين ندفعوا كاش ندفعوا كاش، بس ساعة الكاش الغالي هيبقى ببلاش، مش هتاخدوا مني حاجة، لأن الفلوس كلها هتروح لصالح السيد ممدوح عباس. ضربة معلم، ضربة معلم. عايز اقول ان بالنسبة لنادي الزمالك حصل مشكلة في مباراة المريخ السوداني،
ازمه ما بين عمرو السيسي لاعب الزمالك الجديد والكابتن احمد عبد المقصود المدرب المؤقت في نادي الزمالك. الازمه سببها استبعاد عمرو السيسي من المباراه او من التشكيل الاساسي، فخرج عمرو السيسي مهاجما مدربه قال له جمله مهمه جدا: ايه انت فاكر نفسك مدرب ولا ايه؟ انت حته مدرب مساعد يعني؟ الراجل جده فيريرا كان بيلعبني اساسي، تيجي انت يا ابن امبارح عايز تقعدني بره؟ انت تفكر نفسك مدرب ولا ايه؟ ومن ساعتها في مشكله مع عمرو السيسي، والزمالك يبحث تجميد عمرو السيسي خلال الفترة القادمة بعد خروجه عن النص تجاه الكابتن أحمد عبد المقصود. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آراءكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا.